كتير بحب أكون عن جد مؤثر بشكل إيجابي على الناس. ممكن أحكي وسام ورغدة. وسام طموح، فما في دراسات قبل بتحكي إنه عمر السوشيال ميديا هالقد أو عمر صانع المحتوى هالقد. الإشي أنت عامله ومقدمه ومطلعه للسوشيال ميديا تفتحه قدام أي حدا وتحضره معه وتكون فخور فيه. عمر حمادات المؤثر وصاحب شركة دي ام اس لإدارة الأعمال المشاهير والتسويق، أهلا وسهلا معك بفوش اليوم. خبرنا كيف كانت بداياتك على السوشيال ميديا، هل كانت محض صدفة أو اختيارك؟ أول إشي أهلا وسهلا فيكي، شكرا كتير على الاستضافة، أنا كتير مبسوط اليوم أني مع فوش ياب. هلا بالنسبة لموضوع أنه أنا كيف بدأت شهرتي، بدأت شهرتي أنا ما طلبت الشهرة. أنا في مجال إدارة الأعمال وإدارة أعمال المشاهير، بس بحكم أني أنا موجود بينهم دائماً فصار في علي ضوء وصرت معروف وصار عندي وصول للناس أكتر، بس هي لا مش كانت ما كانتش مقصودة أبداً يعني. خبرنا هلأ شو بتشوف الأمتع لإلك، تكون مؤثر على السوشيال ميديا أو أنك تدير أعمال المؤثرين على السوشيال ميديا، وشو الأمتع والأسهل والأصعب برضو؟ هلأ بصراحة أنا كتير بحب أكون عن جد مؤثر بشكل إيجابي على الناس، يعني بحب أورجيهم للناس اللي بتتابعني قديش هو يكونوا لهم أثر إيجابي على المجتمع، أثر إيجابي على نفسهم، أكون لو جزء صغير من تحفيزهم إنهم يشتغلوا ويتعبوا ويحاولوا. بس أكيد بفضل مجال شغلي لأنه أنا من زمان بحب أشتغل في البزنس وفي إدارة الأعمال، وأنا عن جد من الناس اللي كتير ملتزم في شغلي وبضل أشتغل طول النهار ما بتفرق معاي، فبفضل جهة البزنس أكتر من أني أكون مؤثر. بس أكيد بطريقة بشغلي وبالإنجازات اللي بوصلها بتخيل أني راح أكون مؤثر يعني بمرحلة معينة على الناس. طيب عمر، بحكم شغلك دائما مع المشاهير، مين بتشوف التوب 1 في كصانع محتوى؟ اسم هلا التوب 1 كصانع محتوى، صدقا انا ما بقدر احكي لك مين التوب 1 لانه بتختلف بصناعه المحتوى كتير بالكاتيجوريز عن بعض. يعني بالنسبه لي انا بتابع محتويات غير عن محتوى شخص معين غير عن محتوى شخص معين، فهي التوب 1 بالنسبه لمين بيرسبكتيف، لانه انا بطبيعه الحال يعني بتابع صناع المحتوى اللي بيعملوا بيقدموا محتوى سياسي واقتصاد. تمام، اللي بحطوك حكم وجابوا كل الانفلونسرز، مين بتحكي؟ بحس ما حدا حيزعل، ما حدا لا مش على يزعل حدا قد ما هي طب اسمين يعني ممكن احكي وسام ورغدة، وسام قطب ورغدة كيومجيان، يعني هذول كاسمين يعني. طيب انت بتتعامل مع الانفلونسرز من حواليك كصاحبهم ولا كمدير عليهم، وهل تتدخل في المحتوى اللي بنشره بشكل مباشر او حتى غير مباشر؟ هلا شو انا بتعامل مع صناع المحتوى اللي بدير اعمالهم كصاحبهم وين ما لازم اكون صاحبهم، وبتعامل معهم كمدير وين ما لازم اكون معهم مدير. يعني في كتير مواقف معينه في الشغل بضطر انه اروح بشخصيه المدير، مش بس عشان الشغل، عشان مصلحتهم قبل ما تكون اي شيء تاني. بس بحب اكون صديقهم اكثر بالعاده، يعني انا بفضل اكون صديقهم اكثر، بس بنفس الوقت بنبسط كتير لما بتدخل فيهم كمدير اعمال باثر عليهم بشكل ايجابي. فالتنين يعني مرتبطين. طيب بدنا توصف وسام بكلمة، ورغدة بكلمة، وصباغ بكلمة، نويل بكلمة. كلمة أول شيء وسام. وسام طموح. رغدة يعني بوصف رغدة بواثقة بنفسها confident. طيب صباغ. صباغ مثابر. نويل طيبة. طيب أكتر إنجاز حققته وانبسطت فيه كتير بس وبنفس الوقت تجربة ما مش ممكن تكررها بحياتك، مش ممكن على الصعيد المهني أو خارجه؟ مش ممكن أكررها لأنه هي مش تمام فما رح أكررها. يعني تجربة انه انا اكون بشتغل تحت ادارة حدا تاني، لانه انا بحب اكون مدير نفسي. فانا كنت في شركة قبل وتركتها تقريبا من سنة وشوي، فما برجع بكرر هاي التجربة. طيب اكتر انجاز حققته وكتير مبسوط فيه؟
يعني كتير حققت إنجازات انبسطت فيهم، بس من أكبر الإنجازات يعني كان إنه وسام كان وصل سفير كأس العالم قطر 2022، فبحس هذا أكتر إنجاز يعني كان مشترك بينه وبين وسام وانبسطت فيه كتير وعن جد كنت فخور فيه. طيب مين أقرب صديق لك؟ بالسوشيال ميديا ولا برا؟ سوشيال ميديا. وسام. فوز معنا وسام. طيب عمر معروف عنك يعني انك انت الرجل المعطاء، بهاي الفترة وبهذا الزمن بالسوشيال ميديا شوي الناس عم تحكي انه الرجل المعطاء خطأ ضل يعطي يعطي يعطي، هل انت معهم بهذا الموضوع، بتتفق معهم بهذا الموضوع او انك انت عندك اشياء تانية؟ لا اكيد ما بتفق معهم صراحة، لانه الواحد العطاء بيطلع مش بس عشان تسعد الاشخاص اللي قدامك، لانه العطاء بشكل سعادة داخلية عند الشخص، والواحد يعني بتخيل اللي هي يعني ما بضيع إشي عند ربنا، يعني بالاخر لما انت بتعطي لحدا ربنا راح يعطيك بالمقابل سواء من هذا الشخص او من غيره، فالعطاء هي بحسها صفة شخصية اكثر ما انها هي واجب على حدا يعني، فانا بالنسبة لي ما بتفق مع حدا بيحكي زي هيك ابدا. طيب تمام عمر، انت لما دخلت السوشيال ميديا وعالم السوشيال ميديا، شو في اشي اكتشفته بالسوشيال ميديا سيء بنفس الوقت كان بالنسبة لك كان السوشيال ميديا دخولك على السوشيال ميديا كان كتير حلو؟ يعني من اكتر الاشياء السيئة بالسوشيال ميديا انه بالضغط النفسي اللي بتشكل عليك والمسؤولية الكبيرة، يعني بالسوشيال ميديا الواحد لما بيفوت وبصير عنده ارقام، هاي الارقام بتشكل عليه مسؤولية كتير عالية عشان يقدر يتعامل معها، بصير في عليه ضغط نفسي، بصير كل ما بده ينزل إشي بصير يحسب ألف حساب، ممكن مرات كلمة واحدة تأثر على نفسيته لأسبوع، فهذا أسوأ إشي بدك صراحة بالسوشيال ميديا وبحياة الشهرة بشكل عام، يعني إنه فعليا كل غلطة محسوبة عليك بألف، فبصير واحد عنده مشاكل نفسية داخلية، وكتير ناس للأسف بسبب إنه معظم مشاهير السوشيال ميديا بوقت الحالي عمرهم صغير ما بيكونوا مدركين هذا الإشي، بيكونوا يعني مفكرين إنه هذا الضغط نفسي وما بيكونوا عارفين بالإيش عن جد الأمراض النفسية اللي بتصير معهم بسبب ضغط كونهم مشاهير وفقدان الخصوصية كمان. بس من الأشياء الإيجابية بالسوشيال ميديا أكيد إنها اللي عنده موهبة بيقدر يطلعها، اللي شخصيته حلوة بيقدر يخلق وعنده قبول الناس بتصير تحبه أكتر، أكيد فيها مصاري أكتر من أي مهنة تانية كدخل، بس بتعرف كل إشي له إيجابيات وسلبياته، بس في كتير لسه سلبيات وفي كتير إيجابيات، بس أنا قدرت ألخصهم بدول كلمتين. طيب عمر أنت ملم بمواضيع المشاهير، لو في حدا حابب يدخل عالم السوشيال ميديا شو بتنصحه؟ أول إشي بنصحه إنه يكتشف حاله في البداية، كتير مهم إنه الواحد يعرف هو بالبداية إيش بده، يعني أنا أول ما أقعد مع أي حدا بدي يدخل السوشيال ميديا لازم أعرف مين الريفرنس تبعه أو مين هو الشخص اللي بشوفه هو الآيدل تبعه، على أساس إنه أنت تعرف إيش الإشي اللي أنت حاب تعمله بالبداية مش الإشي اللي حاب الناس تشوفه منك، لأنه ممكن أنت تعمل الأشياء اللي الناس بتحب تشوفها منك بس في مرحلة معينة بتوصل تقدرش تكمل بالإشي لأنه أنت نفسك مش حابه، فبصير عندك صعوبة إنك تتطور فيه، فبتلاقي حالك معلق، فبتلاقي أرقامك بلش تنزل، بصير عندك اكتئاب وبخرب كل التعب اللي تعبته طول الفترة الماضية. فأنا بالبداية لازم أنت تكون عارف إنه الأرقام مهمة طبعا، بس الأساس هو أنت، يعني المحتوى تبعك إيش بدك تسوي وإيش أنت بتيجي لحظة معينة انه الاشي انت عامله ومقدمه ومطلعه للسوشيال ميديا تفتحه قدام اي حدا وتحضره معه وتكون فخور فيه، هذا بالنسبة لي اشي كتير مهم لانه بعطيك على اللونج تيرم استمرارية. طبعا شو مشاريعك المستقبلية على الصعيد المهني؟ والله ان شاء الله انه احنا ناويين نتوسع في دول الخليج واولها السعودية، عم نحاول نفوت اكتر بمجال الفن اكتر من صناعة المحتوى، عم بحاول احول صناع المحتوى اللي عندنا اللي عندهم بوتنشال يكونوا ممثلين او مغنيين انه عن جد اكتشف هاي الموهبه وادعمها عندهم على اساس انهم فعليا يكونوا يقدموا شيء مستمر اكثر. السوشيال ميديا عصر جديد نوعا ما، ما حدا بيعرف كيف مستقبل لغايه لا، ما بقدر احكي لك هل السوشيال ميديا والانفلونسرز رح يضلوا او ما رح يضلوا، بس اللي بعرف انه صار لهم موجودين 5 سنوات، فما في دراسات
قبل بتحكي انه عمر السوشيال ميديا هالقد او عمر صانع المحتوى هالقد، بتلاقي صناع محتوى عمرهم 45 سنه ومكملين، بتلاقي صناع محتوى عمرهم 25 سنه ووقفوا. فبحاول اخفف الريسك، واللي عنده عن جد موهبة بقدر استغلها بأي مجال من مجالات الفن، احاول اطلعها منه واتوسع بهالمجالات. عمر حمادات شكرا كثير لك بتواجدك معنا بفوشيا، ان شاء الله بنشوفك بالايام الجايه. يسعدك يا رب، شكرا كثير، شكرا لاستضافتكم، وشكرا لمتابعين فوشيا، وان شاء الله بنشوفكم قريبا ان شاء الله. شكرا.